كيتكملو نعطيك بيلون كونترول صافي تعاود من هاد وحتى لي كي نيجاتيف على سي ار بي تاع ولا بيكس. حنا ليكيب تاع لو سونتر كوفيد نتبعو لي نتبعو الحالات تاع الكوفيد كونسلتاسيون صافي. وكان ان اوتر سونتر لي هو لوبيتال. الناس اللي تظهر عليها الاعراض ولا تشيك ولا يورونتيو من لي زوتر ميدسان من لي سونتر الاخرين ولا من عند البريفي ولا اللي يشك في روحو يجي لهذا لو سونتر وين نديرو صافي المدا ولا انتروغاتوار ونديرو لو بيلون. بالنسبه تاع السونتر الكشف هذا مكرف بزاف في الولايه، نقص فيه من الضغط على مسحابه، والحمد لله الاطباء اللي كانوا هنايا معنا والممرضين قاموا بالدور نتاعهم. هي عباره عن فرق، كل خطره تجي فرقه. الهدف نتاعنا هو ديما نعالجوا هذا المرضى هذو ونحاولوا كيفاه نقللوا عليهم هذا العناء نتاع هذا الوباء. الشيء اللي راح نقوله باللي احنا تعبنا وتعبنا بزاف بزاف، انا شخصيا عندي عام وانا في السونتر هذا. الحمد لله وصلنا. خيرت الهاتف تاع سيلو بشريه معك طبيب تاع الوقايه تاع كوفيد 19. مع انطلاق حمل التطعيم للمواطنين المعنيين بالتطعيم المسنين والناس اصحاب الامراض المزمنه، باش يكون المواطن على علم وعلى وعي باللي الوقايه راهي مستمره في العام هذا كامل. التباعد، النظافه، عدم لمس الوجه، الكمامه الى غير ذلك، هذا كله من اجل محاصره الوباء، لانه باش نحاصروا الفيروس ما نجموش نحاصروا الفيروس لا بالتطعيم لا بالوقايه، وانما التطعيم والوقايه والوعي والحذر باش الابيديمي هذه والوباء هذا على الاقل ينقص. واحد من الناس المشكوك فيهم تاع كوفيد 19 الحمد لله جينا هنا السونتر استقبلنا احسن استقبال، بعثنا درنا سكانر درنا البيرون كومبلي وكانت النتيجه سلبيه والحمد لله رب العالمين. نتمنى ان شاء الله الناس كل دير الوقايه نتاعها من هذه الحاجه ماهيش سهله، والوقايه خير من العلاج.